عائلة مساحة، الآن نحن مكونين من 400 ألف صديق، هذا يعني أكبر من عدد سكان دولة إيسلندا. السلام عليكم. أولا قبل ما أبدأ أريد أن أذكر بقيتكم بأن موعد تنزيل الفيديوهات سيكون يوم الجمعة ويوم الأحد الساعة 3 مساء بتوقيت غرينتش. سأضع لكم توقيت الدول الأخرى أسفل الفيديو في الوصف. المهم، أولا أريد أن أشكركم، وطبعا أريد أن أشكر كل فرد فيكم على هذا الدعم اللامتناهيكم، سواء بلايك، بشير للفيديوهات، أو حتى باشتراك في القناة. حتى أنه عندما كنت أقرأ رسائلكم في الإنستغرام أو حتى تعليقاتكم في الفيديو الذي وضعته البارحة حول الكتب، وجدت بأنكم أكثر سعادة مني حتى، وهذا يدل على أن القناة أصبحت شأنا من حياتكم اليومية، وهذا أيضا يدل على أن لدي والحمد لله متابعين تفكيرهم واهتماماتهم راقية جدا، وإن شاء الله بعد شهر ونصف من الآن أو شهرين سنصل لنصف مليون. وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة وتشاهد هذا الفيديو وتسأل ما الذي تتكلم فيه قناة مساحة بالضبط، صديقي، قناة مساحة تتكلم في أي موضوع تريده. أتكلم في قصص الرعب لأن هناك الكثير من الأصدقاء في القناة يحبون قصص الرعب، أيضا مواضيع علمية كالفيزياء والكيمياء والفضاء، المعلومات حول الفضاء الخارجي والكون، وأيضا في بعض الأحيان أضع لكم نظريات غريبة ومشوقة. أيضا هناك فقرات أخرى نتكلم فيها عن تحطيم خرافات، وهي تحطيم بعض الأفكار الشائعة التي لدينا في مجتمعاتنا العربية، وبعض الأفكار التي تروج لها الماكينة الإعلامية العالمية وتنشرها بين الناس حتى أن الناس أصبحوا يصدقونها على أنها حقيقة، فكل ما نفعله أننا نحطم تلك الخرافة. وهذا طبعا يكون بالدلائل العلمية الدامغة. أيضا هناك فقرة خاصة للكتب والروايات موجودة في قناة مساحة، هي فقرة أمة اقرأ. إن كنت من عشاق الكتب والروايات وتحب أن تقرأ، فقط اشترك في القناة وسيكون لك ما تريد. وكل هذه الأشياء رغم أن الكثير من هذه المعلومات موجودة في اليوتيوب مسبقا، إلا أني أضعها بطريقتي الخاصة. وطبعا أكثر شيء أحبه هو أني أتكلم باللغة العربية، أي أن كل المحتوى في قناتي أضعه باللغة العربية الفصحى خالصة، فلا يوجد لا تفرنس ولا هم يحزنون. فإن شاء الله شهر نصف من الآن أو شهرين على أكبر تقدير سنصل لنصف مليون، وكل هذا سيكون بدعمكم. فإذا كنت مهتم بهذا المحتوى الذي قلته لك، فقط اشترك ولن تندم. وآخر شيء، لا تنسوا تتابعوني في الإنستغرام، وهذا أخوك يوسف. Peace.